فرحان بالفالنتاين صح، وراح تقابلها ومعاك الهدية الجميلة اللي جايبها لها. بس خد بالك بكرة تندم يا حبيبي وترجع شايل البامبرز والفينو والجبنة والزبادي. وانا ايه اللي خليني اجيب هدية وادفع فلوس عشان افرح واحدة معرفهاش ولا قريبتي؟ وبالنسبة للاخت اللي كانت بتروح تقول لامها انا رايحة المدرسة وتروح تقابل حبيبي القلب، ايه النهاردة الجمعة هتروح تقول لي انا رايح احرق الكيتس ولا ايه؟ وانت رايحة هتلاقي كيه ورد ب300 جنيه ولا دبدوب ب400 جنيه وكلها سنتين وابن خالتها يرجع من الخليج وترجع تتخزوق تاني. طب ما تاخدها من قصرها يا اخي توفر فلوسك. بالنسبه للناس السناجل بقى فانت على وضعك يا باشا، انزل جيب لنفسك هديه كده معزز مكرم وانزل اقعد لك في اي كافيه اشرب لك شويه ليمون عشان تهدي نفسك من المحن اللي هتشوفه في اليوم ده. مش هقول لك بقى على كميه التلزيق، كل اتنين لابسين شبه بعض بقى والكابلز لابسين احمر وتحسوه كده هربانين من اعداء. وبص بقى مهما كنت متهور اوعى تقرب من حديقه عامه، انا بحذرك اهو انت مش حامل مراتك تدفقع او ممكن تلغي حوار الخروج ده خالص تجنبا لاي اختيال لمراتك. ومعنى الكلبوبات، الكلبوبات لما تيجي بترتبط بتبقى نفسها في كل حاجه وهي اساسا مرتبطه بواحد سرسجي مش لاقي شطف. وطبعا في الاخر بيجيب لها ورد وبيفسحها بالمكنه الصيني ويجيب لها كريب بشكل جبن. تاني حاجه بقى معاك الاندر ايدج، الاندر ايدج دي تبقى حكايه، بتبقى جايبه الهديه لحبيبها وخايفه ابوها يشوفها لا يحبسها او يضربها او يعمل فيها اي حاجه. وطبعا بتنزل معايا عامل الاستشوار ب20 جنيه وجايب لها هديه ب10 جنيه وياخدها عند الملاهي مجحها شويه. الخوجة على بعض ما تكملش ال 30 جنيه غير طبعا الاستشوار. اوعى تزعل انك سنجل، انت في نعمه كبيره يا ولد ابوي. بالمناسبه بقى الفلنتين عند المتجوزين دي حاجه تانية خالص، اللي هو انسى ايام الخطوبه دي خالص، اصل هو ضامن وجودك كده كده. طبعا في الاول هيعترف بالمناسبه وهتلاقي بيجيب لك ورد على دبدوب صغنن كده يكون ب 15 جنيه ويبقى كده عمل الواجب بزياده. وطبعا لو عندكم اولاد هيجيب لكم بامبرز. وطبعا بعد سنتين ثلاثه من الجواز وجيت تقولي له الفالنتين هتلاقيه بيقول لك انا مش هجيب لك يا حبيبتي عشان التوفير والكلام ده، هقول لك عشان انا خايف من الحسد يا حبيبتي عشان هو بيحبك اللي بيعشقك. وبرضه انا مش فاهم حاليا عندنا اتنين فالنتين غير شعوب العالم كلها، بس احنا يعني شعب حنون محب بالفطره. طب انت دلوقتي هتقول لي انت ليه تقطع عن الفالنتين؟ متجوز ومش عايز تجيب هديه لمراتك ولا متخزه ومش حد معبرك؟ لا يا باشا السنجله جلتله، اوعى بلا عيد حب بلا ورد بلا الكلام ده.